يوم أول أمس انتهت الانتخابات البرلمانية في العراق، والبرلمان العراق أو مجلس شكرا جزيلا بالنجاح. برلمان العراق عدده 328. المؤشرات الأولية اللي وصلتني وأنا هنا يوم أمس بظهور النتائج أن أكثر من 80% من أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد هم من الشباب. فإذن حكومة الشباب في العراق قادمة بقوة، وقطعا من نتحدث عن حكومة شباب نتحدث عن حكومة أو عن برلمان وحكومة إرادة وعمل وتخطيط بما يتلائم مع التطور اللي يحصل بالعالم. فالعراق يسير بالاتجاه الصحيح. لا، اليوم العراق عادة الرياضة بقوة، يعني مثل ما تعرفون اليوم إذا لاحظت المسيرة خلال السنتين الماضية في مثلا المنشآت الرياضية، اولا على مستوى رفع الحظر وقرار الفيفا، وعلى مستوى المنشآت الرياضيه مسابح قاعات مغلقه وايضا ملاعب، قطعا احنا اليوم بدينا نتصدر يعني دول كثيره بالمنطقه في الملاعب الرياضيه المطابقه للمعايير الدوليه وبسعه كبيره، يعني غير الملاعب الاخرى اللي تعرفوها في البصره وميسان واربيل وزاخو وبغداد والمحافظات الاخرى وكربلاء. قبل أيام تم افتتاح ملعب استراتيجي كبير 30,000 متفرج مع ملاعب تدريب في النجف، وبعد حدود الشهر أو 40 يوم سيتم افتتاح ملعب آخر في الكوت، وهكذا عندنا عشرات المشاريع قيد الإنشاء.